أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الهيكلي يعتمد على القطاعات الأساسية التي تعتبرها الدولة ذات أولوية، منها الصناعة والزراعة والاتصالات. وخلال مؤتمر صحفي بعد تفقد مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، أشار مدبولي إلى حرص الدولة على تطبيق أحدث نظم الري الحديث في استخدام المياه بخلاف النظم التقليدية. أهم شيء هنا ويمكن اللي احنا أنا كنت حريص جدا إن احنا نشوفه، إن إزاي تطبيق أحدث نظم الري الحديثة العلمية اللي هي بتقلل استهلاك المية بصورة كبيرة جدا. السؤال اللي كنت بسأله له، أنت المية بتاخد قد إيه مية للفدان في اليوم؟ قال لي ما بين 15 ل 18. فبالتالي دول لما بنضربهم على مدار السنة يبقى الفدان بيستهلك حوالي 6000 متر مكعب في السنة. ده طبعا النظم التقليديه بتاعتنا اللي في الاراضي القديمه بنلاقي ممكن بنصل الى 10000 وممكن 11000 متر مكعب في السنه، يعني ضعف كميه الميه. فهو ده النقطه الجوهريه في اللي احنا شفناه النهارده، ازاي من خلال هذا الموضوع النظم الري الحديثه ازاي بنزود انتاجيه الفدان بتاعنا.